مبدأك؟ لأنه كل ما بدي أدخل على محل آكل بقتلوني وبيقلعوني. الله يوفق عمو خليني آكل. بس يا عمو ما بصير تاكل من فضلات العالم. يسمعنا أكل حتى ما آكل من فضلات العالم. يسمعنا أكل حتى ما آكل من فضلات العالم. يسمعنا أكل حتى ما آكل من فضلات العالم. نزل لي وجبة تانية يا معلم. تكرم استاذ، السوالف تكون عندك. بس عمو انا ما معي مصاري حتى ادفع حق هدولي. انت ليش بدك بحق هدولي؟ قول انت مالك على وقت. هلا باكل. بس بدي اسالك، من وين انت؟ انا من سوريا يا عمو. وانت من وين عمو؟ وانا كمان من سوريا. طب ليش انتم معكم مصاري نحن ما معنا مصاري؟ هيك الله راد. طبعا هيك الله راد، لا شك. بس في سبب فينا نحن. شلون يعني يا ابني؟ ما فهمت عليك. الشعب ما ضل قلوبهم محبة مثل الأول. الأخطر ياكل أخوه، والقوي يستوي على الضعيف، والغني ما عاد يطلع الفقير، والغني ما عاد يطلع الفقير، والغني ما عاد يطلع الفقير. وأهم شغلة ما ضل في إيمان بقلوب الناس. والله يا ابني عم تحكي كلامك كله صح، رغم صغر سنك، بس فهمان الدنيا أكثر من الكبار والله. الشيء اللي عدى علي وانا بهالعمر. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يكون بعوننا وعونكم. شبعت عمو؟ ايه عمو الحمد لله، الله يرزقك. يلا خلينا نمشي ابني. تفضل معلم، طاحة وجبتين. تفضل معلم. وجبتين طلعت معلم. اعطاك بس حوجبتك هلا، مالك اكرم مني على الفريق. لا انت ايش دخلك في الموضوع؟ انا اللي قلت لك نزل له وجبه. وقف انت وياه. ما في حدا اكرم من رب العالمين، لا انت ولا هو. لانه من اسماء الله الحسنى الكريم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله كريم يحب الكرم. اقسم بالله العظيم لو كل المسلمين يعملوا اللي عملتوه انتوا هلا ما بضل فايق جوعان. الله سبحانه وتعالى قال في القران الكريم: وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. صدق الله العظيم. الله يبارك فيكم انتوا الاثنين ويعوض عليكم. عند الله ما بضل.